بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي هنشرح مادة جديدة على القناة بتاعتنا، مادة الـ Corporation Accounting. أولا قبل ما نخش في أي حاجة، لو محتاج أي استفسار فرابط الأكونت الخاص بي على فيسبوك هتلاقيه موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، وطبعا هتخش على القناة الجميلة بتاعتنا يعني طبعا كلنا، تعمل سبسكرايب في القناة وتشغل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. طبعا بما ان اصلا انا كمحمود بدأت شرح لأي مادة على اليوتيوب كان من سنة تالتة بشكل خاص، يعني لان سنة تالتة اللي كان فيها شغل كبير جدا، وحاليا انا دلوقتي طالب في سنة رابعة، فانا قررت ان انا اشرح مادة الكوربريشن اكاونتنج اللي هي سنة تانية ترم اول. انت بقى لو من جامعة المنوفية فالكلام ليك انت بشكل خاص، لان فعلا انت بتدرس المادة ديت في الترم الاولاني في سنة تانية، والمادة قمة في السهولة، سهلة جدا 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 يعني. اما لو انت بتدرسها في جامعة تانية فيو ار ويلكم، برضه مفيش مشكلة خالص. اديك نظرة الاول ايه المحتوى اللي على القناة. دي اكسل فرقة تالتة ترم اول، دي احصاء فرقة تانية اللي انت بتدرسها دلوقتي بس هتدرسها الترم التاني ان شاء الله، اعتقد الترم التاني. الكوست سيستم ديت مادة خاصة بيا انا في فرقة رابعة. الاوبريشن ريسيرش دي برضو مادة في فرقة رابعة ترم اول. دي المناجيريال اكاونتنج فرقة تالتة ترم تاني. بابليك فاينانس فرقة تالتة ترم تاني. كوست اكاونتنج 2 فرقة تالتة ترم تاني. ادفانسد اكاونتنج فرقة تانية ترم تاني، يعني ده اللي انت هتدرسه الترم التاني اساسا. انا كنت شارحه السنة اللي فاتت. لا ده عم عادل شكل ملناش دعوة بيه. دي احصاء لفرقة تالتة الترم التاني، تمام. الإحصاء أصلا موجود على القناة، كل المناهج بتاعة الإحصاء سواء فرقة تانية ترم تاني أو فرقة تالتة ترم أول وترم تاني. دي مادة الانترناشونال تريد ملناش دعوة، لا آسف، دي مادة الانترناشونال في سنة تالتة الترم الأولاني الترم التاني. سنة تالتة الترم التاني هيتم دراسة مادة الحكومية والدولية، انترناشونال وجفرنمنت، الاتنين دول مع بعض ميكس. أما ده الكوست أكاونتنج بتاع فرقة تالتة الترم الأول. اولا انا شارح كل مواد المحاسبه بتاع سنه تالته ترم اول وترم تاني، وفرقه رابعه ان شاء الله شغال فيها دلوقتي. دي احصاء لغه فرقه تالته ترم اول برضو. ده ماده الانشورنس، وهنا ماده التجاره الدوليه، ده اقتصاد، وفي شويه تسويق كده ما لهمش لازمه بس قشطه يعني موجودين. محاسبه شركات اتنين، دي كانت بتاع سنه اولى، لا دي كانت بتاعت سنه تالته، اه فعلا تالته، تانيه ترم اول. ودي الدراسات الكميه، ده يعني كانت نظرة بس بما انك طالب اصلا في فرقة تانية فانت مش عارف القناة بتقدم ايه اساسا، فيعني حبيت اوريك الاول ايه نبذة بسيطة عن القناة. احنا طبعا عايزين نوصل ل100,000 مشاهد، احنا خلاص على وشك اهو. المهم تعالى بينا دلوقتي نخش في التفاصيل ونشرح المادة بتاعتنا. صل على النبي من قلبك يا سيدي، يلا بينا. في البداية يعني في جزء نظري كده ملوش لازمة يعني، لكن انا مش هطول فيه عشان ما اضيعش وقتي ووقتك. يعني ايه كوربريشن اصلا؟ كوربريشن يعني شركة مساهمة. يجي يقول لك ان شركة كذا، شركة فودافون تعلن عن بيع اسهم، تعلن عن بيع اسهم 100,000 سهم مثلا، سعر السهم 5 دولار او 5 جنيه. فانا كمحمود رحت اشتريت مثلا 10,000 سهم، وانت كمكة مثلا رحت اشتريت 20,000 سهم، فانت دفعت سعر السهم 5 جنيه. فكل واحد بيروح يشتري الكمية اللي هو عايز ايا كان، بيحصل في الاخر ان الشركه كلها ككل ال100,000 سهم دول تم الاستحواذ عليهم من خلال مثلا 20 30 واحد ايا كان العدد يعني. فهو دي هي دي معنى الشركه المساهمه. بيقول لك corporation is an entity separate and distanced from its owners، شركه مستقله بذاتها عن الملاك. والشركه المساهمه لازم تبقى عارف ان ما فيهاش دروينج، ما فيهاش دروينج. مين الاونرز بتاع الكوربوريشن ديت؟ مين المالك بتاع الشركه؟ الستوك هولدرز. مين الستوك هولدرز؟ هم حاملي او ملاك الاسهم. ما انا قلت لك فعلا من شويه ان دول بيشتروا اصلا الاسهم بتاعه الشركه، فهم دول الملاك بتوع الايه، بتوع الشركه. الكوربوريشن از ريسبونسبل فور اتس اون ديبتس اند ماست باي انكم تاكس اون اتس ايرنينج. بيقول لك الشركه المساهمه مسؤوله عن الديون بتاعتها ولازم تدفع الضرايب اللي عليها، امر بديهي خالص. الكوربوريشن may be classified by purpose or by ownership as follow. بيقول لك ان ممكن نقسم الشركه المساهمه حسب الملكيه او حسب الغرض منها، حسب ملكيه الشركه او حسب الغرض منها.
A corporation may be organized for the purpose of making a profit or it may be non-profit. بيقول لك ان الشركه اللي احنا مؤسسينها ديت الكوربوريشن ديت ممكن تكون هادفه للربح وممكن تكون غير هادفه للربح. في شركه هادفه للربح في شركه غير هادفه للربح؟ قال لك اه هادفه للربح ديت عادي مفيش مشكله امر بديهي، انما ان هي تكون غير هادفه للربح قال لك زي جمعيه رساله، جمعيه صناع الحياه، امثله كتير على الحاجات دي بقى. او بيقول لك a corporation may be classified as publicly held corporation or privately held corporation. الملكية انها تبقى خاصة وعامة زي شركة تبيع الاسهم للكل او للعاملين بالشركة فقط. يعني دلوقتي انا شركة محمود كامباني اعلن عن بيع اسهم لكل الناس، لاي حد عايز يجي ياخد اسهم يجي ياخد من الشركة مفيش مشكلة. اما تكون برايفتلي ان انا اقول انا كشركة محمود هبيع اسهم للي موجودين في الشركة للعاملين في الشركة بس، تمام؟ فده الفرق ما بين كلمة publicly و privately. اللهم صل على سيدنا محمد. اعتقد ان بقيه الكلام ملوش لازمه ومش عايز اطول فيه. في شويه مميزات للكوربوريشن، بيقول لك سيبريت ليجل اكزيستنس، لها كيان قانوني مستقل. ليميتد لايبيليتي اوف ستوك هولدرز، مسؤوليه الملاك محدوده. ترانسفيرابل اونر شيب رايتس، امكانيه نقل حقوق الملكيه. وي ability to acquire capital، القدرة على زيادة رأس المال. continuous life، مدة الحياة مستمرة. وي government regulation، قوانين حكومية. وي additional taxes، الضرائب مضاعفة. في شوية عجن كده في الأول فأنا مش عايز أضيع وقت ووقتك أصلا فيه، فتعالى بينا نخش في التفاصيل على طول ونشرح أول مثال عندنا. أولا لازم أن تبقى عارف قبل ما نخش في الليلة بتاعتنا أهم حاجة، وده الموضوع الرئيسي بتاعنا في المنهج تقريبا كله خصوصا في شابتر 1 وشابتر 2. بص صل على النبي. الاسهم اربع انواع، النوع الاولاني اسمه نوع البريفيرد ستوك، اسهم ممتازه، النوع الثاني اسمه الكومون ستوك، الاسهم الشائعه، او المنتشره، واسمها بيوضح معناها وهوضح لك دلوقتي كل حاجه. النوع الثالث اسمه التريجري ستوك، ودي اسمها اسهم الخزينه. النوع الرابع اسمه الفري ستوك، يعني اسهم مجانيه. يبقى احنا قلنا اربع انواع للاسهم، نقولهم بقى من الدرجه العليا الى الدرجه الدنيا الادنى. واهم نوعين اتنين يا جماعه هم نوعين، الاولاني البريفيرد ستوك الاسهم الممتازه، والنوع الثاني اسمه الكومون ستوك الاسهم الشائعه. اما الفري ستوك والتريجر ستوك مش هيكرروا كتير قوي في المنهج بتاعنا، خصوصا الفري ستوك غالبا مش هيكون موجود اساسا، اما التريجر ستوك هيكون موجود بس بنسبه بسيطه. شغلنا كله، الشغل الشاغل كله بتاعنا على نوعين اتنين، هما الكومون ستوك والبريفيرد ستوك. الاسهم الممتازه البريفيرد بيقول لك ان هي افضل من الاسهم العاديه. ليه؟ اسهم ممتازه وسهم ممتاز اهو، ودك سهم عادي. بيقول لك في وقت توزيع الارباح الاسهم الممتازه بتاخد الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو في 10000 جنيه توزيعات ارباح، 10000 جنيه توزيعات ارباح، 10000 جنيه ده مكسب للشركه، وانا كمحمود معايا نسب اسهم بريفيرد، وانت وانتي كمكه معاكي نسب اسهم كومن، تمام؟ بس محمود نصيبه في الارباح اصلا المفروض مثلا 15000 جنيه، يعني المفروض محمود كل سنه لما بيجي يوزع ارباح محمود هياخد 15000، بس اصلا الارباح كلها 10000 اللي موجوده. قال لك ايه اللي يحصل؟ قال لك محمود ياخد ال 10000 كلهم، ولما يبقى يجي ارباح الكومن يبقى ياخد نصيبه بعد كده، بس مع العلم ان محمود اصلا له 5000 ناقصين. فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي في 10000 ارباح جم للشركه، محمود اصلا له 15000 ربح والشركه ما حققتش غير 10000. قال لك محمود ياخد ال 10 كلهم لان الاسهم اللي معاه اسهم بريفيرد، ولما يجي ارباح بعد كده محمود ياخد نصيبه الباقي كمان، وبعد كده الكومن يشوف هياخد ايه، تمام؟ ففي توزيع الارباح الاسهم الممتازه بتاخد الاول وبعدين يبقى نشوف الكومن. اما في وقت افلاس الشركه الاسهم الممتازه بياخدوا حقهم في الاول، في حال لو تبقى ند العاديه، اهو ده اللي كنت بتكلم عليه اهوت، ما تبقاش يبقى عليهم العقد. بمعنى ان دلوقتي سي مثلا محمود نصيبه في الارباح 10000 جنيه زي ما كنت بتكلم، وفعلا الشركه حققت 10000 جنيه، محمود ياخد ال 10000 جنيه، طب والكومن؟ مفيش فلوس، ما تاخدش، مالناش دعوه،
البريفيرد هو المفضل في الحصول على الارباح بتاعته كامله. تمام، ده الفرق بين الكومن ستوك والتريجر ستوك. طبعا طب ايه تاني الفرق؟ تبقى عارف بقى ان الكومن ستوك ده ممكن تلاقيه مثلا ب 5 جنيه، يعني سهم الكومن ب 5 جنيه، اما البريفيرد بيبقى ب 50 جنيه، غالي جدا، بيبقى فرق كبير جدا بين الكومن وبين البريفيرد. اعتقد ان في معلومه كنت كاتبها تحت هنا. طب ايه بقى اهميه الاسهم العاديه؟ مع كده الكل هياخد بريفيرد. قال لك الاسهم العاديه لها ميزه بقى، ممكن تجيب ارباح خلال فتره قصيره، لان الكومون رخيصه، يعني 5 جنيه، حركات بسيطه جدا، تشتري السهم ب 8 تبيعه ب 10، لان انت سهل التداول، شورت ران، بسرعه بسرعه. اما الممتازه حركتها بطيئه شويه، لانها بتبقى لونج ران او لونج تيرم ايا كان، يعني او لونج تايم، بتقعد على فتره طويله جدا. تمام، فالاسهم العاديه نتيجه ان سعرها رخيص بتبقى سهله في التداول، فالارباح بتاعتها بتيجي بسرعه. اما الاسهم الممتازه ارباحها بتيجي اي بس على فترات طويله. يبقى في البدايه كده لازم انت تبقى عارف الفرق بين الكومون ستوك وبين البريفيرد ستوك. دي موضع الحديث بتاعنا في الشابتر الاولاني. تعالى بقى نشوف ايه المساله بتاعتنا. طبعا لازم انت تبقى عارف ان المعادله المحاسبيه بتاعتنا هي بتقول ان الاسيتس ايكوال لايبيليتي زائد اونرز ايكويتي. الكومون ستوك، بريفيرد ستوك، تريجر ستوك، فري ستوك، وقلت لك اللي يهمني في الليله دي كلها مين؟ الكومون ستوك والبريفيرد ستوك. كل ده تبع مين في المعادله بتاعتنا؟ تبع الاونرز ايكويتي، تبع الاونرز ايكويتي. المساله بتقول لك اسيوم ذات مكه ايشو 1000 شير، مكه اصدرت 1000 سهم اوف 1 دولار، ب 1 دولار بار فاليو كومون ستوك ات بار فور كاش. يعني بيقول لك ايه؟ ان شركه مكه اصدرت 1000 سهم، شركه مكه باعت 1000 سهم، شركه مكه لما باعت اسهم باعت السهم الواحد ب 1 دولار. باعت السهم بكام؟ ب 1 دولار. دلوقتي انا كمحمود، او هنتكلم بقى كمكه، يعني لما باعت 1000 سهم جالها فلوس، فلما جالها فلوس الكاش بتاعها زاد، الكاش بتاعها اتحط في الديبت، اتحط في الديبت بكام؟ 1000 سهم من باعه بسعر بيع واحد، يبقى 1000 في 1 ب 1000. طب انا بعت ايه؟ بعت اسهم كومون، اقول له ان انا بعت كومون ستوك كام؟ ب 1000. الموضوع سهل خالص، انا كمكه بعت 1000 سهم، السهم الواحد ب 1 دولار، 1000 في 1 ب 1000، وانا بعت مين؟ كومون ستوك هو ب 1000، مفيش مشكله خالص. تمام. مثال تاني بقى، نبدا بقى يعني صعب الدنيا شويه، طبعا الموضوع مش صعب خالص ولا نيله يعني، بس تقلقش الدنيا بسيطه جدا. بيقول لك لو مكه دي اصدرت 1000 سهم برضه، السهم متسجل انه ب 1 بار فاليو، السهم المفروض ينباع بكام؟ ب 1 بار فاليو كومون ستوك، لكن انا بعته كاش ب 5 دولار بير شير. لاحظ بقى ان انا صايع، ان انا صايع، بمعنى ان انا السهم المفروض سعر بيعه اصلا ب 1 دولار، لكن انا بعته بكام؟ بالفهلاوه بعته ب 5 دولار. واخد بالك؟ هقول لك نقطه دلوقتي بس نحل بقيه المثال كده. ساعتها انا كمكه لما بعت 1000 سهم بكام؟ ب 5 دولار للسهم الواحد، يعني 1000 في 5 ب 5000، يعني الكاش بتاعي زاد 1000 في 5 بكام؟ ب 5000. طيب انا بعت اسهم ايه؟ بعت اسهم كومون. خلي بالك بقى، وانا جاي اسجل الكومون ستوك هنا بسجله بالبار فاليو، بسجله بايه؟ بالبار فاليو. البار فاليو اللي هي القيمه اللي متسجله بتاعت السهم في العقد. بيبقى في عقد كده يا جماعه متسجل فيه ان المفروض السهم هينباع ب 1 دولار، هوريك دلوقتي الكلام ده. المفروض اصلا السهم هينباع بكام؟ ب 1، لكن انا بعته ب 5. هنا بقى في الكاش سجلت سعر البيع الفعلي، لان اللي دخل جيبي فعليا 1000 في 5 ب 5000. اما هنا الكومن ستوك بيتسجل انه 1000 في 1 دولار اللي هو سعر البار فاليو يطلع لك كام؟ 1000. لاحظ انت المفروض اصلا لما كنت هتيجي تبيع ال1000 سهم دول كنت هبيع السهم الواحد ب 1 دولار، فالمفروض اصلا يخش جيبي واحد 1000 دولار، صح ولا ايه؟ لكن انا دخل جيبي كام؟ دخل جيبي 5، يبقى انا كسبت كده كام؟ كسبت 4000. اقول تاني، انت المفروض هتبيع ال1000 سهم دول السهم الواحد ب 1 دولار، لكن انا فعليا رحت جاي بايع ال1000 سهم دول ان بسعر بيع السهم الواحد ب 5 دولار، يعني المفروض بدل ما كان يخش جيبي 1000 دخل جيبي 5000، فده الكاش 5000، والمفروض كان يجي لي كام؟ 1000، يبقى انا كسبت الفرق بينهم اللي هو كام؟ 4000. ال 4000 دول يا جماعه بسميهم بيد ان كابيتال، بيد ان كابيتال.
طب البيدنج كابيتال ده جاي نتيجه ايه؟ نتيجه ان اكزيس اوف بار فاليو، ان انا بعت السهم باكتر من قيمه البار فاليو. البار فاليو اللي هي كانت ب 1 دولار لكن هو اتباع ب 5 دولار، انا بايعه بزياده 4 دولار اساسا. فنقوم قايلين ان هي جت نتيجه طرح 5000 ناقص 1000، او ان انا ال 1000 سهم دول بدل ما بعتهم ب 1 دولار بعتهم ب 5 دولار، يعني انا كسبت في السهم الواحد 4 دولار، يعني 1000 في 4 ب 4000 دولار. سهله؟ اعتقد ان هي سهله جدا. ممكن بدل ما تقول بيدنج كابيتال ان اكزيس اوف فار فاليو تقوم قايل له اديشنال بيدنج كابيتال للكومون ستوك او للبار فاليو، عادي مفيش مشكله. الكلمه ديت هي نفس الكلمه دي. اقول لك بقى الحته اللي انا بتكلم فيها. اولا يا جماعه، الشركه بيبقى بينها وبين الحكومه زي عقد كده، بيبقى فيه شويه بيانات في الشركه، ان الشركه بتكتب طلب، تكتب اسم الشركه ايه، شركه محمود، الغرض من الشركه بتعمل ايه اصلا، هدف الشركه ايه، بيسجلوا كمان عدد الاسهم المفترض بيعها، يعني المفروض الشركه دي هتبيع كام سهم، مثلا مليون سهم زي ما انا كاتب كده. القيمه الاسميه للسهم، القيمه الاسميه للسهم 1 جنيه، دي اسمها البار فاليو. ان انا ببقى بيني وبين الحكومه مسجل طلب وبقول ان انا شركه محمود هبيع مليون سهم، والمفروض السهم هبيعه ب1 دولار او 1 جنيه، لكن بقى لما جيت ابيعه مثلا في المثال اللي كان فوق ده، قلت لك ان ال1000 سهم دول المفروض متسجل في العقد انه بينباع ب1 دولار، لكن لما جه ينباع انباع ب5 دولار للسهم الواحد، فاهمني؟ فالكاش لما زاد 1000 في 5 ب 5000، والمفروض كنت ابيع ال1000 دول ب1000 جنيه او ب1000 دولار، لكن انا بعتهم ب5000، فانا كسبت ال 4000، يعني البيدنج كابيتال ب 4000، ده المكسب بتاعي. طبعا هتلاقيني بكرر الكلام كتير، بس للاسف يعني عشان الناس تفهم بشكل كويس جدا، اظن قلما لما بعمل الموضوع ده اساسا. مثال تاني بيجي يقول لك، خلي بالك في فرق بين كلمة بار فاليو القيمة الاسمية وبين كلمة اسمها الستيتد فاليو، هوريك دلوقتي. الستيتد فاليو يعني حاجة اسمها القيمة المحددة. نفس المثال برضه بيقول لك ان افرض ان شركة مكة ديت has 5 دولار ستيتد فاليو، عندها قيمة محددة للستيتد فاليو اند نو بار ستوك and the company issue 5000 شير at 8 دولار بير شير فور كاش. الشركه محدده في العقد قيمه محدده ان السهم المفروض هينباع ب5 دولار، السهم المفروض هينباع بكام؟ ب5 دولار، لكن الشركه ديت باعت السهم بكام؟ ب8 دولار، فساعتها هنقول له القيد بتاعنا ان الكاش هيزيد. هيزيد بكام؟ هيزيد ب 5000 دولار، 5000 جنيه لو عدد الاسهم في سعر بيع السهم الفعلي. انا بعت السهم فعليا بكام؟ بعت السهم ب 5000 في 8 ب 40000 دولار، يبقى اللي دخل جيبي كشركه مكه 40000 دولار. اما انا بعت اسهم ايه؟ بص بقى خلي بالك، هو ما قالش في الشركه، ما قالش هنا هو باع اسهم كومون ولا بريفيرد ولا تريجري ولا فري، ما قالش اي حاجه خالص. طالما ما قالش في السؤال هو باع اسهم ايه، بقول ان هي كومون ستوك، بقول ان هي كومون ستوك. فاجي اقول له ان انا بعت اسهم كومون، بعت كام سهم؟ بعت 5000 سهم، المفروض كنت ابيعهم بكام؟ 5000 في 5 ستيتد فاليو، الخمسه دي بتاعت الايه؟ الستيتد فاليو اللي هي كانت فوق البار فاليو يعني. فهنا بسجل دايما بالقيمه المفروض اللي انا كنت ابيع بيها، اما هنا اللي انا بعته فعليا اللي هو الكاش. الكومن ستوك 5000 في 5 يطلع لي 25000. طيب كده انا كسبت كام؟ كسبت الفرق اللي هو ما بينهم 40000 ناقص 25000 يطلع لي 15000. او اقول له ان انا المفروض ال 5000 دول بدل ما كنت هبيعهم ب 8 ب 5 اسف، بدل ما كنت هبيعهم ب 5 بعتهم ب 8، يعني انا كسبان الفرق بينهم اللي هو كام؟ 3. يبقى 5000 سهم في الفرق بين الاثنين دول 3 دولار، يبقى 5000 في 3 ب 15000 دولار. وده اسمه بقى ايه؟ البيدنج كابيتال ان اكزيس اوف ستيتد فاليو. فوق كان قايل لي 1 دولار بار فاليو، هنا قال لي 5 دولار ستيتد فاليو، فالفرق الوحيد ان انا شلت كلمه بار فاليو حطيت مكانها كلمه ستيتد فاليو، بس لا اكتر ولا اقل، الكلام سهل خالص. نيجي نشرح اخر حاجه في الحصه بتاعتنا النهارده او في الفيديو الاولاني بتاعنا عشان ما اطولش عليك. بيقول لك ايشنج كومن ستوك فور سيرفيس اور نون كاش اسيتس، بيجي يقول لك او نقرا الكلام المكتوب. بيقول لك محمود عاوز يشتري حته ارض، محمود عايز يشتري حته ارض، بدل ما يدفع فلوس، بدل ما يدفع فلوس للارض ديت، بيقول للراجل اللي هيشتري منه ما تاخد اسهم بثمن الارض وصباح الفل بقى.
انا كاتب كده بيقول لك يعني ايه. انا كمحمود دلوقتي رحت اشتري حته ارض، قمت قال للراجل ايه، انا كمحمود عندي شركه، قمت قال له يا عم الحاج ما صباح الفل بقى، ما تيجي تاخد شويه اسهم عندي في الشركه وخلاص، وانا اخد حته الارض دي يعني زي الفل. يبقى كده انا ما دفعتلوش فلوس، انا ما دفعتلوش فلوس، انا عملت له ايه، اديته ايه مقابل سيرفيس، هو خد خدمه، خد خدمه او خد نون كاش اسيتس. نون كاش اسيتس انه خد اسهم في الشركه، دي اسمها نون كاش اسيتس يا جماعه، او سيرفيس زي ايه، اجي اقول له والله ما تيجي تاخد اسهم في الشركه تمام، مقابل ان انت تخلص لي قضيه قضيه معينه، لان الراجل ده محامي اساسا، الراجل اللي انا رايح له ده اصلا محامي، وده المثال ده هيتكرر كتير. الراجل ده محامي، فبقول له والله في قضيه لينا، خلصنا القضيه والاتعاب بتاعتك هتكون عباره عن ايه، مش هديله فلوس، انا هديله اسهم في الشركه تمام. تعال نقرا المثال، بيقول لك شركه مكه، لاحظ ان انا بقول مكه كتير، يعني مكه ده اصلا ان شاء الله هيكون اسم بنتي في المستقبل بامر الله، فما تستغربش ولا حاجه ان شاء الله، بس انا بحب الاسم ده جدا يعني. شركه مكه is an existing publicly held corporation، شركه عامه، its 5 bar value، الشركه ديت لو عندها اسهم او هي عندها اصلا اسهم، فالمفروض هتبيع السهم ب 5 بار فاليو، العقد متسجل فيه ان الشركه هتبيع السهم ب 5 بار فاليو، ستوك is actively traded at $8 per share، ان الشركه اصلا العقد متسجل فيها ان السهم ب 5 دولار، لكن الشركه ديت ناصحه باعت السهم بكام، ب 8 دولار، يعني شركه كسبت 3 دولار في السهم الواحد. The company issue 10,000 share of stock to acquire land، to acquire land يعني بيقول لك الشركه ديت اصدرت اسهم مقابل انها هتستحوذ على حته ارض. الشركه ديت لما اصدرت اسهم اصدرتها وما خدتش فلوس، ده اصدرتها وخدت مقابلها ايه، خدت مقابلها حته ارض. فالمفروض في الوضع الطبيعي كنت بروح اقول له ان 10,000 سهم بعتهم ب 8، 10,000 في 8 كنت بقول له كاش، كنت بقول له كاش، لكن هنا انا لما اصدرت 10,000 سهم مقابل 8 دولار اصدرتهم مقابل حته ارض، بدل ما ادفع فلوس الارض خد، بدل ما ادفع فلوس كاش للارض، قمت قايل له يا عم لا خد اسهم اهيت واديني حته الارض ديت. فاللي زاد، اللي زاد عندي ايه، اللي زاد عندي اللاند مش الكاش، لان قال لي انا اصدرت اسهم اوف ستوك تو اكواير لاند 10,000 في 8 ب 80,000. طيب انا اصدرت ايه، اصدرت كومون ستوك، هو ما قاليش في المساله كومون ولا بريفيرد، طالما ما قاليش بحط ان هي كومون ستوك. كومون ستوك 10,000 سهم، المفروض البار فاليو بكام، ب 5، 10,000 في 5 ب 50,000، كده انا خدت حته ارض قيمتها 80,000 اساسا، او قيمتها 80,000 فعلا، واصدرت اسهم بكام، ب 50,000، فانا كسبان الفرق بينهم 30,000، بيدين كابيتال ان اكزيس اوف بار فاليو ب 30,000، اللي هو السهم اصلا ب 5 انا بعته ب 8، فانا كسبان الفرق اللي هو كام، 3، 3 دولار في 10,000 ب 30,000. اخر مثال معانا بيقول لك مكه برضو كوربوريشن بيجين اوبريشن اون 1 مارس، في 1 مارس، في 1 مارس الشركة ديت اصدرت 100,000 سهم، ايشونج 100,000 سهم اوف 10 دولار بار فاليو كومون ستوك، قال ان الاسهم ديت كانت اسهم ايه كومون، انا اصدرت 100,000 سهم، اصدرت 100,000 سهم البار فاليو بتاعتهم 10، لكن فور كاش ات 12 دولار، السهم المفروض ب 10 لكن انا بعته ب 12، ده في 1 مارس، اروح اقول له الكود بتاعي 1 مارس اهو نصغر شويه، في 1 مارس اصدرت اسهم يعني جالي كاش، هو قال لي كاش، الكاش بتاعي هيزيد بكام، 10، 100,000 سهم، 100,000 سهم في سعر البيع 12 دولار، يبقى 1,200,000، ده اللي دخل جيبي. طب انا اصدرت اسهم ايه كومون ستوك، هم كام سهم، 100,000، سعر السهم الحقيقي اللي متسجل في العقد بكام، ب 10 دولار، يبقى 100,000 في 10 بمليون، وانا كسبان الفرق اديشنال بيدنج كابيتال او بيدنج كابيتال ان اكسس اوف بار فاليو، دي او دي الاثنين صح، كسبان الفرق اللي هو كام، 1,200,000، ناقص مليون يطلع لي 200,000، او بطريقه اخرى ان السهم ب 10 لكن انا بعته ب 12، فانا كسبان الفرق اللي هو 2، يبقى 2 في عدد الاسهم كله اللي هو 100,000 سهم يطلع لي 200,000. نكمل بقيه المساله، اون مارس 15، في 15 مارس ات ايشو 5,000 شير اوف كومون ستوك،
الشركة دي أصدرت 5000 سهم to Atronoise in settlement of till of their bill 50,000. أنا أصدرت 5000 سهم لمحامي خلص لي سيرفيس، لمحامي خلص لي سيرفيس. خلي بالك عشان الكلمة دي بقى بتتكرر كتير جدا في الامتحانات، تمام؟ ومن أشهر الأمثلة، إحنا فوق قلنا إن أنا طلعت أسهم مقابل حتة أرض، فأنا قلت الأرض زادت بمقدار اللي هو ال 10,000 في 8. هنا بقى قال لي انا اصدرت سهم اسهم مقابل للمحامي، لمحامي خلص لي خدمه، خلص لي قضيه، فخد مني كام للفاتوره؟ بيل ديت يعني فاتوره، بيل فاتوره ب 50,000. فاجي اقول له اورجانيزيشن اكسبنس، اورجانيزيشن اكسبنس، اول ما تلاقي بيقول لك ان في واحد خلص لنا خدمه على طول من غير ما تفكر، اورجانيزيشن اكسبنس بكام؟ ب 50,000. هو ايه اللي فعلا ب 50,000؟ خلصانه. فاقول له ان الكومن ستوك برضه ب 50,000، لا اكتر ولا اقل. قال لي ان انا اصدرت 5000 سهم للراجل المحامي ده، الفاتوره بتاعتها ب 50,000 فور اورجانيزيشن كوست بس. فاجي اقول له اورجانيزيشن اكسبنس ب 50,000، وانا اصدرت له اسهم من النوع الكومون بكام؟ ب 50,000. كان بيقول لك جورنالايز بقى ذا ايشوانس اوف ذا شير اسيومنج ذا ستوك از نوت بابليكالي تريدد، ان الاسهم ديت مش اسهم متاحه للكل يعني مش عامه كده. اقدر اقول لك ان انا خلصت الجزء الاولاني، او خليني اقول لك الحصه التالتة الاولى في الفيديوهات بتاعتنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابعني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، هنكمل شرح المنهج بتاعنا باذن الله. على فكره في موضوع هتدرسوه اساسا اسمه البوند. البوند المفروض اصلا انتوا عندكم في شابتر 1 و 2 يا جماعه، الكومن ستوك والبريفيرد ستوك وشويه حوارات كده عليهم سهلين جدا، شابتر 1 وشابتر 2. شابتر 3 هتكلم فيه عن البوند. الشابتر ده انا كنت شارحه السنه اللي فاتت اهو، قبل 11 شهر اهو شارحه السنه اللي فاتت. فهحط لك رابط الفيديو ده برده تحت في الديسكربشن تحت الفيديو. يعتبر ان انا كده هشرح لك شابتر 1 و2 في الماده في البدايه وكده على طول، وهتلاقي البوند اصلا موجود. يعني البوند اصلا كده كده موجود. المفروض في شابتر كمان اسمه الانفستمنت، مش عارف الدكتور هيشرحه ولا ايه، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل بامر الله كده يعني واقدر اشرحه. وشابتر سهل جدا برضه. وكان في شابتر كمان موجود في الماده ديت بتاع الانكم ستيتمنت، اللي هو في الاول خالص لما كنت بوريك المحتوى بتاع القناه اساسا، يعني لما اجي اقول قوام التشغيل كان موجود هنا، بس كان موجود بجوده زي الزفت. الكلام ده كنت شرحه وقت ما كنت في سنه ثانيه اساسا. كان هو ده كوربريت اكاونتنج اوت انكم ستيتمنت، فده برضو ممكن احط لك اللينك بتاعه تحت الفيديو مفيش مشكله خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه ده وشابتر انفستمنت انا كنت شارحه كمان اهو، ده كنت شارح انفستمنت كمان. انا والله متفاجئ بصراحه يعني. طبعا في اعلانات على القناه نعديها، صدق ده انا كنت شارحه. طب كويس والله. ماشي، هحط لكم لينكات البوند والانفستمنت في الديسكريبشن تحت الفيديو برضو، وطبعا رابط الاكونت بتاعي على الفيسبوك زي ما قلت لك هتلاقيه موجود اهوت، الاكونت للتواصل معايا لو محتاج اي حاجه طبعا هتلاقيه تحت الفيديو برضو. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، واتمنى انك تشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله تكون استفدت من الفيديو ده. بحاول بقدر الامكان ان انا اوفر لكم اكبر كم ممكن من البيانات او المعلومات الخاصه او شرح شروحات للمواد في الكليه، عشان الناس اللي بتواجه صعوبه في المذاكره والكلام ده كله ان شاء الله. والورق برضو على فكره هحط برضو لينك للجروب تحت الفيديو ده، اتمنى انك حضرتك تنضم للجروب ده، لان انا هوفر عليك كل حاجه ان شاء الله. بس مش عارف اقدر اقولها، اسف ان انا طولت عليك. صلى على النبي من قلبك، يلا سلام.